رصد مركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء التقرير الذي أصدرته مؤسسة إرنست أند يونغ الدولية في أكتوبر الجاري حول نتائج مؤشرها للدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة، حيث أظهرت نتائج المؤشر تقدم ترتيب مصر بنحو مركز واحد خلال 5 أشهر فقط. أوضح التقرير أن مصر تأتي في المركز 19 من إجمالي 40 دولة في أكتوبر 2021، مسجلة 57.8 نقطة مقارنة بالمركز 20 من إجمالي 40 دولة في مايو 2021. كما احتلت مصر المركز الثاني على مستوى الدول العربية بعد المغرب في إصدار أكتوبر 2021.